شكرا موقع دار الضمانة، اهلا وسهلا ومرحبا. توزيع السيارات ديال النقل المدرسي ديال الخصاص اللي هو خصاص في الحقيقة كان خصاص بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة لجميع الجماعات الترابية داخل الإقليم. فبهذا النقل المدرسي السيد العام المشكور والأطهر اللي ساهموا كل واحدين من ساهم من بعيد أو من قريب على هاد المبادرة اللي هي في الحقيقة مبادرة طيبة وكتصب في التعليم، كتصب في التلاميذ، كتصب في البراعم وكتصب في الرجال المستقبل اللي خصنا نوفر لهم النقل المدرسي باش يمكن يكونوا في واحد الظروف اللي كيساعدوا الظروف اللي كتكون متاحة لهم باش يمكن لهم يتبعوا الدراسة ديالهم في أحسن الظروف. وشكرا.